رمضان فرصة كبيرة لإنقاص الوزن، بحيث أن كثير من المعتقدات الشائعة لا نحن ما نقدر ننزل أوزاننا برمضان، لا بالعكس رمضان فرصة نزول وزن إلا إذا تم اتباع النظام الصحي، بحيث أن تجنب التخمة على وجبة الفطور والسحور أمر جدا مهم، وأنهم يحاولون اختيار الأطعمة اللي هي تكون قليلة من إضافات الدسم والدهون المشبعة، وأنهم يأخذون كميات يعني محدودة أو في ضمن النطاق اليومي من السعرات الحرارية، وكذلك تجنب العصائر والمنكهات اللي هي غنية بالمنكهات والألوان الصناعية، وتجنب السكريات والحلويات، كذلك المحافظة على النشاط اليومي وممارسة الرياضة أمر جدا مهم في رمضان، كذلك ما نغفل عن دور الماء، انهم خاصة ان احنا رمضان فصل الصيف مهم جدا انهم يشربون كميات كافية من الماء، وبالتالي بتنزل اوزانهم اذا حافظوا على الوجبات بانتظام.